الآن فقرة كورفان. اليوم رح نحكي عن مجموعة من المحاور اللي كثير مهمة، بس خليني أول إشي نرحب بشكس. شكس، كيف حالك؟ مساء الخير خالد، يعطيك العافية، إن شاء الله أمورك طيبة. يعني خليني أبلش معاك بأول موضوع، أنه الحلقة الماضية جبت سيرة ألفاريز، وخلينا هيك بما أنه بنحكي عن ألفاريز أنه رح يطلع، فألفاريز طلع، ألفاريز راح على أتلتيكو مدريد 100%. الحلقة الماضية كانت صراحة يعني تقدم لكورفان على فابريزيو رومانو. داني أولمو حكينا عنه قبل أي حدا وإنه راح ينتقل لنادي برشلونة. نياكي ويليامز لنادي برشلونة ما راح تزبط وصارت، وجوليان ألفاريز الأرنا المحور. طب خلينا بما إنه بنحكي على ألفاريز، كيف بتشوف ألفاريز وكاراغر وصولهم لأتلتيكو مدريد راح يأثر على أتلتيكو مدريد؟ طيب بالبداية ناخذ جزئية جوليان ألفاريز. خالد، إذا إحنا بنلاحظ إنه لا أحد يستطيع أن يلعب أو أن يقوم بتحدي الأقرع بجوارديولا 100%، هذا الإنسان لا تستطيع أن يعني تقف أمامه وتقول له أريد أن أفكر في مستقبلي. هل هالاند لو حكى هيك جملة ممكن يطلع؟ طبعا. أنت تعرف شو اللي صار؟ يعني مثلا اليوم وقف حدا زي كيفن دي بروين قال له ليش عملت في شعراتك زي هيك؟ ليش عملت نفس قصة إيرلينغ هالاند؟ أنا أتمنى منك بعد الجيم الأول أو الثاني ترجع لحلقة شعرك القديمة. هذا الكلام ما بيطلع من مدرب مش صلب وما بيحب حدا يشوف قرارات ثانية في داخل إدارة السيتيزنز غيره. والأهم من هذا إنه ما تفكر حالك كبير في إدارة النادي وفي توليفة النادي وفي شكل النادي، لأنه أنت حتطلع واحد من 11 أنت. نعم. طب هل بتشوف أتلتيكو مدريد ما إنه هو خلينا نحكي فارس الحلقة؟ أتلتيكو مدريد كسب موهبتين، طبعا كسب موهبتين مهمين، وانه بالذات انه عندهم مشاكل اللاعبين بانديتهم السابقه 100%. اولا جوليان ألفاريز رغم زي ما تحدثنا عنه في الحلقه الماضيه، العنكبوت الارنا ممتاز في التسجيل في الاستلام، في لعب على اكثر من جهه، الجهه اليمنى خلف المهاجم راس حربه، هذا كله يفيد منظومه دييغو سيميوني مع وجود حدا زي ما انطوني غريزمان. ولكن الاشكاليه التي لربما قد يواجهها مدرب اخر انه في عندك اثنين نجوم جايين زي جاليجر اللي عنده مشاكل كبيره مع نادي تشيلسي، وزي جوليان ألفاريز اللي كمان عنده مشاكل، مش شايفين حالهم اساسيين؟ طبعا هذول الان انا جاي اساسي، انا لن استريح ولن اجلس على دكه البدلاء، هناك مكان اساسي انا لإلي كجوليان ألفاريز في كتيبه الروخ بلانكوس او الروخ بلانكوس. وهل المبلغ اللي اندفع فيه منطقي؟ منطقي بلاعب طبعا حقق كل شيء، حقق كل شيء وسنه صغير وقابل للتطوير، ويريد أن يعمل تحت منظومة أرجنتينية بحتة، منظومة ألبي سيليستي، دييغو سيميوني، رودريغ دي بول، مولينا، كل هاي الأسماء موجودة. بما أنه أنت بتحب الفيديوهات هيك اللي بنقصها وبنخليها بالسوشيال ميديا لنهاية الموسم، أتلتيكو مدريد سينافس على الدوري؟ نعم، أتلتيكو مدريد سوف ينافس على بطولة الدوري. بأخذ طب خلينا نظبط هيك السؤال شوي، بأخذ الدوري الإسباني؟ لا، لن يأخذ الدوري الإسباني، ولكن سوف يكون يعني صعب المنال بالنسبة لباقي الأندية إنه يفوزوا عليه، وبالتحديد يعني أعتقد هو سوف يكون هو الرقم الصعب أكثر من نادي برشلونة في الليغا هذا الموسم. طيب خلينا نسكر صفحة أتلتيكو مدريد والانتقالات والمشاكل ونروح على الأولمبيات. الأولمبيات اللي شفنا خلينا نحكي العرب قدموا بطولات جدا حلوة بكل الرياضات، ولكن احنا خلينا برياضة كرة القدم شفنا العرب عندهم فرصة انه واحد منهم ياخذ برونزية. صحيح. وبرضه في عندنا فاينل فرنسا واسبانيا، حكينا اكثر عن البطولة. طيب في البداية تحية وتقدير لجميع المنتخبات العربية في الرياضات الجماعية وفي الرياضات او حتى اللاعبين اللي بيلعبوا في الرياضات الفردية. المنتخب المغربي والمنتخب المصري، للأمانة لأكون واقعي معك وأكون صادق وصريح، المنتخب المصري لم أكن أتوقع أن يصل إلى هذه المواصيل، ورؤية لاعب يقدم أجمل ما لديه تحت قيادة كابتن فريق مثل محمد النني بتوليفة ممتازة بالنسبة للمنتخب المصري صراحة صدموني. وهذا مش كلامي فقط لغير، هذا كلام تييري أونري مدرب منتخب فرنسا اللي قال لك أنا لم أصدق ماذا حدث مع منتخب فرنسا وكيف تأهل على حساب المنتخب المصري. يعني أنت بتحكي أنه أنا تأهلت أصوات إضافية، إحنا بنحكي عن منتخب فرنسا أولمبي. مصر ظلت متقدمة لآخر عشر دقائق، لآخر عشر دقائق، وأوريدي مصر رايحة في اتجاه أنه أنا قادر على الانتصار. منتخب مصر صراحة هذا يبشر بأنه الكرة العربية قادمة بشكل جيد، وهذا يعود كمان للمنتخب المغربي. تعال شوف أنا وياك منتخب المغرب، منتخب المغرب مين كانت مجموعته؟ الأرجنتين، المنتخب العراقي، ومين كمان ذكرني؟ أرجنتين، عراق،
ومنتخب ناسي، لكن لم تكن مجموعة سهلة، أرجنتين وعراق ومن؟ المهم الأرجنتين يعني المهم هي تصدرت طبعا، كانت مجموعة صعبة. يعني أنت في المواجهة الأولى منتخب المغربي تواجه واستطاع الانتصار، وبعدها لعب مع الأرجنتين، وبعدها لعب مع المنتخب العراقي. فإحنا بنحكي بأنه أوكي المنتخب المغربي في أدائه، هذا فريق برازيل لما أنت تنظر له هذا فريق صراحة بتشوف فيه نسخة برازيل أولمبياد ريو دي جانيرو. نعم جميل، بيستلم كرة بشكل حلو، يقدم أداء رهيب. أدائهم بكأس العالم أثر طبعاً طبعاً، أخذوا ثقة فعلياً بكأس العالم أنه إحنا بنقدر نلعب. فعشان هيك خلينا نكمل خالد، أنت إذا بتلاحظ منتخب المغرب قدم استحقاقين مميزين جداً. المنتخب الأولمبي استطاع أن يصل إلى المربع الذهبي، يعني على الأقل ممكن يضمن ميدالية برونزية. المهم في ميدالية عربية 100%، هذا واحد. اثنين، المنتخب الأساسي صنع نفس الأمر. والأهم من هذا كله الكلام بأنه المنتخب المغربي قدم كرة متنوعة بالشكل الفني، بالثلاثة أربعة ثلاث، أربعة أربعة اثنين، بالثلاثة خمسة اثنين. هذا كلياته تغيير جذري بمفهوم الكرة العربية، تغيير كان بده جرأة مدرب ولاعبين بيقدروا يطبقوا هذا التغيير. فالمنتخب المغربي فعليا عمل أداء كويس، والمنتخب المصري ولكن خلينا هيك، بأنه يعني بنحكي عن اللاعبين والتغييرات اللي بتصير. في عندنا ريال مدريد. ريال مدريد اللي كثير ناس بالشارع بيحكوا انه ريال مدريد ما عنده ولا غلطه، هل هذا الشيء انت شايفه انه ريال مدريد عن جد ما في ولا غلطه بريال مدريد؟ هلا ريال مدريد على التسونامي في خط الهجوم المرعب، وما هي التوليفه المناسبه لريال مدريد انه يلعب في الهجوم مثلا؟ عن جد يعني انت الان، انا عندي توقع، انا هذا 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 يعني شيء شخصي، ان اللاعب رودريجو لن يبقى في ريال مدريد وسيخرج من الميرينجي هذا الموسم. هل في نادي معين؟ أرسنال ومانشستر يونايتد، لأنه جادون سانشو كمان حيطلع. ليه ما يأخذوا مانشستر سيتي محل الفارز؟ لأنه مانشستر سيتي بده يعتمد على الموجودين حالياً، لا يريد أن يقوم. ما راح يجيب صفقات مانشستر سيتي أبداً، لأنه السوق قال لك أنا ما بدي أقعد أجرب في لاعبين الآن، لأنه بيب غوارديولا طالع آخر موسم. ولكن نبقى مع ريال مدريد. ريال مدريد بيقول لك بعد المباريات التجريبية في الولايات المتحدة الأمريكية، أردا جولير اللاعب التركي يقدم أداء جميل جدا. عندي أنا الآن إمبابي، فينيسيوس، واللاعب البرازيلي الآخر أندريك. في هذا الثلاثي أنا قادر أن أغير الكثير. ممكن أندريك يستريح وأن يلعب مكانه أردا، لأن أردا يثبت نفسه من بطولة اليورو إلى اليوم. أردا جولير، هذا واحد. اثنين، الإشكالية عند ريال مدريد في نقل الكرة من منطقة ما في نوعية لاعبين تنقل الكرة من الخلف إلى الأمام 100%. كلهم لاعبين خلينا نحكي رانر، بيحبوا يركضوا بالكرة، بركضوا وقوة بدنية فقط. ما من هو اللاعب اللي ريال مدريد لازم يجيبه بهذا السوق عشان نحكي إنه ريال مدريد متكامل؟ أنت تحتاج لمايسترو في منتصف الميدان، وبالتحديد إذا بدنا نحكي لاعب لازم يجيبه ريال مدريد عشان يمسك يلعب في النص ناقل للكرات، والله للأمانة بدك يعني هلا الكواليتي اللي انت بحتاجها ريال مدريد ممكن يكون ترينت ألكسندر ترينت أرنولد، ظهير بيلعب عنده نظرة في صناعة اللعب 100%، وممكن يزبط بكثير. عشان هيك ريال مدريد بدهم إياه، وجود بيلينغهام بدفع في هذا الاتجاه انه ممكن نجيبه. ما حلعبه ظهير، انا مش محتاجه ظهير، ولكن انا بحتاجه كلاعب نص بساند، بيرفع بيمسك كرة وإلخ. مع الإعصار الموجود في منطقة الهجوم لا أعتقد من سوف ينافس ريال مدريد. يعني هل النظام اللي خلينا نحكي اللي راح نشوفه لريال مدريد، الشكل المتوقع في أرضية الملعب، أن نشوف ريال مدريد بيلعب 4-1-2-1-2، ممكن رودريجو يكون هو الرقم 10، ممكن ومبابي وفينيسيوس مهاجمين. يعني شفت كثير أراء على السوشيال ميديا تحكي لك أنه هاي هو النظام اللي كل اللاعبين راح يكونوا في مركزهم الأفضل. رودريجو 10، بلينغهام 8، فينيسيوس بيدخل على الخط، فالفيردي بيفتح على الخط. هل هو النظام المناسب؟ ممكن، بس انا ما لا اعتقد، لانه كارلو انشيلوتي مان كثير كلاسيكي خالد، وانت بتعرف هذا الشيء. نعم. فهو ما راح يضل بال 4-3-3 4-3-3 هو راح يضل يلعب في. نعم. هذا الستايل، وهذا وعلى الاغلب يعني راح يضل على 4-3-3 100%. يعني كل اسبوع نستمتع بالحديث معك شخص حبيبي، فشكرا لك على تواجدك معنا، ونشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله.